بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نديرو لو بان او سيريال. هنا غادي نديرو اون فورم دي باغيت وغادي نديرو دي بيتي بان. هذا الخبز يوالم شهر تاع رمضان، كيما نعرفو شهر رمضان الواحد يقعد يتشهى يبغي ينوع في الخبز. دروك تبعوني نروحو نشوفو المقادير ونشوفو الكيفيه. هنا غادي ندير جوج مغارف كبار تاع السكر، غادي نديرهم في الماء. فوالا، دونك هنا نروحو نشوفو المقادير. هنا خاصنا زوج عبار، عبر تاع سميد لا سومول اكسترا فين، سميد كاركيك، وعبر تاع فارينا، وعبر تاع ماء. العبر اللي نعبرو به الفارينا والسميد نعبرو به الماء، نوراني دايره زوج مغارف تاع سكر فيه. هنا مغرف صغيره تاع مغرف ونص صغيره تاع خميره، ثلاث مغارف تاع زيت، مغرف صغيره تاع ملح، وهاد الزراره هادو من بعد نهضروا عليهم. كاين الشوفان، كاين لي غران دو تورنوسول، غران دو موتا، هادو كاع من بعد نستعملوه. دروك نبداو نديرو الماء تاعنا، الماء يكون دافي، راني دايره فيه زوج مغارف سكر. فوالا، سكر انا غي انا درته في الماء باسكو ما عنديش البلاص وين ما نكثرش الصوالح، راني درته في الماء، ماشي زعما متنجموش تنجمو ديروه ابار. دروك هنايا ندير المغرف ونص تاع الخميره، نزيد عليها العبر تاع السميد ونخلط. كيما راكم تشوفوا، فوالا دروك هذه انا نغطيها وغادي نخليها تخمر. هنايا راه خمر لي السميد كيما راكم تشوفوا فيه، راه خمر. هنا نبدا نزيد في دروك ندير ثلاث مغارف تاع زيت، فوالا ثلث مغارف تاع زيت، نزيدو دروك الفارينة، عبر تاع الفارينة تاعنا، هاد لاباط تجي ناشفة، فوالا، نزيدو مغرف صغيرة تاع ملح، فوالا. دروك نديرو الزرارع تاعنا، راني عندي حب طيبة، عندي سانوج، عندي لي غران دو موتارد و لي غران دو تورنوسول، زوج مغارف، و الزريعة نديرها قاع تاع التورنوسول، فوالا، و نخلط كلشي بيدي. هاد لاباط تجي ناشفه، تجي ماشي كيما مال الفن نديروها تجي تتلزق في اليد، نو هادي تجي فريمون ناشفه، غادي تغبنكم من تقعدوا تلموا فيها، بصح ما تخافوهاش تتلم لكم. فوالا كي راكم تشوفوا فيها بلي راهي ناشفه، هذا هو السر تاع هاد الخبز. فوالا سعفوها، هذا الخبز يجي بنين ويجي خير من تاع لا بولونجري. فوالا دونك نعجنه، فوالا يليق يجي هكا ناشف. فوالا راكم تشوفوا في لا تيكستور كي دايره، ندلكه مليح،
بعد نديره رجعه في الريسيبيون تاعي ونخليه نديره يخمر كما راكم تشوفوا. نديره يخمر دروك هنايا نكون وجدت هذوك لي غران دو تورنوسول ولي غران دو موتارد والشوفان تاعنا لافوان كاع نوجدوهم دو كوتي نديرهم حدانا. وهنا الخبز راكم تشوفوا فيه راه خمر فوالا دونك غادي نقسمها على زوج باه ندير بلوزيوغ فورم كيما قلت لكم غادي ندير فورم دو باغيت وغادي ندير دي بيتي بان كيما راكم تشوفوا. الخبز تاعي كي راه شباب العجينه راهي شابه. نزيد نقسم هادي فوالا دونك ندي ان مورسو ونحله كيما راكم تشوفوا نحله بالحلاله هادي باه ندير اون باغيت دروك نحلها هنايا نقعد ندورها ندورها كاع كيما هكا كيما راكم تشوفوا وما ننساش نقفل هادو هاد الفتحه هادي نقفلها فوالا سي ندور شويه ونكون وجدنا الماء غادي دروك ندخلها في الماء غادي ندخل غير الوجه اللي في الماء ماشي كاع شي كاع على باكيت تاعي فوالا. وهنايا هنا نحطها في هذاك لو ميلونج اللي درته راني دايره هنايا لي غران دو تورنوسول وراني دايره لي غران دو موتارد فوالا سي نلصق فيها هذاك هذوك الخليط راني دايرته تاع فوالا. هنا لا باكيت راهي واجده غادي ندير وحده اخرى نفس الطريقة ونبدأ ندور فوالا ونقفل ما ننساش نقفل نفس الطريقة نديروها دروك ندخلها في الماء ندخل غير الوجه ماشي كاع ونعاود نحطها في هذاك الميلونج اللي درته فوالا حتى تلصق لنا فوالا لا دوزيام باغيت تاني راهي وجدت دوك نحطهم لزوج في الصني في البلا اللي يدخل للفوغ دروك هذه هنايا غادي نقسمها بين زوج باغي نبدل غادي ندير دي بيتي بان دونك هذه الكميه اللي درتها طاحت لي دو باغيت و كات بيتي بان فوالا فوالا كيما راكم تشوفوا ونعاود دروك ندخلها في الماء تاني فوالا ونعاود ندخلها باه نبدل غادي نديرها في لافوان في الشوفان فوالا كيما راكم تشوفوا نزيد
نزيد واحدة أخرى. فوالا ندخلها في الماء نفس الطريقة، ونزيد نحطها في هذاك لافوان. فوالا منا هذا الخبز شباب في المنظر ومنا صحي. فوالا غادي نزيد اون اوتر فورم، هادو غادي نديرهم مدورين. غادي نديرهم مدورين فوالا، ونعاود تاني ندخلهم في الماء. هي نفس الطريقه، غير هاد لي غران يتبدلوا. هنايا غادي ندير لي غران دو سيزام الجلجلان فوالا، ونعاود فوالا. فوالا رانا باجينا وحده، رانا درنا شحال من موديل. كيما راكم تشوفوا الخبز تاعنا راه هنا. دروك نجيب لام ونبدا نحل في هذوك لي باقي الخبز تاعنا اللي رانا دايرينو. فوالا نحلهم بيان، ماشي ما نديروش غير من الفوق، نحل تكون الحله باينه باه مين يخمر ينحل ويجي باين. هنا هادي ندير لها غير زوج شرطات بزاف. وهادي هنايا باه نبدل غادي ندير ان بلوس. فوالا دونك هنايا غادي نخلوهم يخمروا، ومن يخمروا ندخلوهم في الفوق على 250 دوغري. نكونوا حامين الفوق ديجا وندخلوهم نديروهم على 250 دوغري. كيما راكم تشوفوا هنايا، هنا راهي خمرت. تشوفوا في الحلات كي نحلوا كاع، دونك هنايا نحموا الفوق تاعنا وندخلوهم يطيبوا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها ان شاء الله وما غاديش تندموا. ما عليا دروك غير نقول لكم تبقاو على خير وتهلاو في رواحكم وبسلامه.